نرحب بضيفنا اللي انضم إلينا عبر الهاتف سعادة عبد الله النعيمي وكيل الوزارة المساعد للعمالة المساعدة، حياك الله في مساء الإمارات. الله يحييك، مرحبا بك يا أخوي سامر، مرحبا بك. يا هلا بك، مرحبا حياك الله، نورتنا سعادتك. لكن لو تخبرنا في البداية أهمية نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما ذكرت اليوم دعت الوزارة أصحاب العمل للتسجيل في منظومة حماية الأجور للعمالة المساعدة. نعم. إطلاق هذه المبادرة اليوم بيكون إلزامي إلى بعض المهن، وهي بالتحديد 5 مهن: المندوب الخاص، المدرب الخاص، مقدم الرعاية الصحية المنزلية، المهندس الزراعي الخاص، والمدرب الخاص. نعم. وللمهن الأخرى بشكل اختياري. جميل. نعم. نعم. طيب شو هي؟ تفضل. تفضل. لا يعني شو الأهداف؟ أيوة، شو الأهداف؟ نعم، طبعا الهدف الأساسي اليوم في منظومة حماية الأجور هي الشفافية في موضوع سداد الأجور، والمستفيد الأول هو صاحب العمل لحماية حقه أنه التزم بتسليم مستحقات ورواتب العمالة المساعدة لديه. نعم. بالإضافة إلى توفير قنوات سهلة للعمالة، سواء لاحتفاظ بالمبالغ أو لتحويل المبالغ إلى بلدانهم. نعم. سعادتك، شو هي المهن اللي يعني راح يطبق عليها النظام خصوصا في شهر ابريل المقبل؟ نعم، طبعا اختي عبير، التسجيل اختياري لجميع المهن 19. لكن مثل ما ذكرت انا، المندوب الخاص والمدرس الخاص، مقدم الرعايه الصحيه، نعم، المهندس الزراعي الخاص، والمدرب الخاص، بيكون التسجيل ودفع الرواتب الزامي عن طريق المنظومه. جميل. جميل. طبعا انت ذكرت بسعادتك موضوع القنوات اللي ممكن الواحد يشترك فيها، كيف يتم ذلك؟ طبعا حرصنا أن يكون هذا الموضوع بسيط جدا وسهل ويوصل لجميع الأسر، لذلك اليوم التسجيل متاح عن طريق جميع المصارف المعتمدة طبعا لدى المصرف المركزي، بالإضافة إلى مكاتب الصرافة المسجلة لديهم. فالقنوات متعددة ومنوعة لأصحاب العمل، بالإضافة إلى خيارات السداد متنوعة أيضا. جميل. يعني سعادة عبد الله النعيمي وكيل الوزارة المساعدة للعمالة المساعدة، شكرا جزيلا لك على المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا لك.